جو ترحب وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة لعدل التحق بين اللحظة وغادي يمشيوا مباشرة عند المستمعة ملكة أم إيمان وغادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير لملكة. صباح الخير سماء. صباحتي لاباس عليك. صباح الحمد لله. صباح الخير مستمعات. صباح الخير الطاقم ديال نيت غاديو. صباحكم مبروك وباش متمنيتوا ان شاء الله. يا ربي امين بالصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. مرحبا بك لاله ملكة. الله يبارك فيك يا سماء. الله يطول عمرك. بارك الله فيك وعمرك. اليوم ان شاء الله غنبدأ لهم بالبلاغات والطلب ديال السيدات. أيه. النصيحه ديال الشبكيه دائما ديروا لا كونتيتيت كون قليله باش يتغلبوا عليها وما تعشاو في راسهم غير يخدموا ان شاء الله. البلاغات غادي نعطيهم الطلب نسبة غوزة المقادة ديال ربع ديال الدقيق. ايه صراحه راه ما كتخرج انا انت تصور في هذيك راه خرجت تبارك الله. ايه ديال البلاغات فيها 250 غرام ديال الدقيق وكاس ديال الجنجلان بلا ما نحمره ما ولا غير يكون مغسول ومنقي. ايه وعندنا نص كاس ديال العلبه ديال المزار وجوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال زيت البوماد ونص معلقه ديال القرفه ونص معلقه ديال النافع ونص خماره ديال الحلوه. ايه وعندنا الماء باش نعجنوها. نعاود المقادير. ايه لو سمحتي. هذه 250 غرام ديال الدقيق نوع ممتاز زين من الدقيق يكون نوع ممتاز. ايه نوع جيد فعلا. ايه عندنا كاس ديال الجنجلان ما نحمروه غادي يكون مغسول ومنقي ونص كاس ديال المزار وجوج معالق ديال الزيت. ايه وجوج معالق ديال الزبده ونص معلقه ديال القرفه ونص معلقه ديال النافع ونص خمارة ديال الحلوة. كنخلطو هادشي مزيان ندمجو لينا المقادير كاملين ونزيدو الماء بشوية بشوية كنعجنوها كتكون تاهي مدلوكة وكتكون بحال لاباط ديال الشبكية كتكون مجموعة ولكن متكونش مرخية متقطعش من غير نجمعوها. أييه صافي كنجيبو العجين كنديرها كويرة ونديرها فواحد البلاستيكة ترتاح كناخد الكويرة الأولى كنديرها إما نشا يا إما دقيق كنسرحوها مزيان كنرقوها مزيان وكنجيبو الجرارة ديالنا وكنبداو نقطعو المربع ديالنا نقطعو لاطول على طاعت نديرو على عرض صافي كنعزو الأولى كنشدو القنط الأول كنلصقوه مع الثاني ونركو عليه مزيان هبطو لتحت ونحطوه في الطاوة ديالنا تنكملوها كاملة كنكونو ديجا موجدين العسل يكون طيب وعندنا المقلة فيها الزيت كنقليوها واللوحة مباشرة في العسل نشرب لينا شوية العسل ونحيدو نديرو في الكسكاس ديالنا غادي نشرح المبتدئات حيت كاين مكيعرفوش صافي ونخليو داك التكتك تقطعو لينا من داك العسل كنديرها في البلا ديالنا ونرشوها بجنجلان ولا في عمرها السيدة باللوز. أييه. كتجي زوينة. ساهلة وكتجي زوينة صراحة كتعجبني. غادي نعطيك إن شاء الله البريوات. البريوات بالدجاج. أييه تفضل. هادو تاهما ساهلين بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش البريوات ما عندهمش الورقة راه كيديروا دابا لاباط ديال العجينة. راه كندوزها شحال هادي كتكون بحال الورقة نيس. كنطيبوها بحال التريت. ايه المهم البريوات غنديرو نعطيهم غير لا كونتيتي ثاني ديال نص الدجاجة ناخدو نص ديال الدجاجة ديالنا كنحيدو ليها الجلدة ديالها نغسلو مزيان الدجاج وكنديرها في الكوكوط إيه؟ كنديرو ليها انا غنعطي المقادير دابا باش يقيلو السيدات عندنا نص الدجاجة عندنا تقريبا ثلاثة البصلات مشلضين عندنا شوية ديال المعدنوس واحد المعلقة كبيرة ديال العسل إيه؟ وشوية ديال الملحة واحد المعلقة ديال القرفة وعندنا معلقة ديال المزار شوية ديال السكنجبير شوية ديال الخرقوم شوية ديال الزهر شوية ديال الزعفران الحر السيدة ما عندها الزعفران الحر ديال الدم ديال الزعفران وعندنا تسومة حكوكة وعندنا الزيت مخلط ما بين البلدية والرومية كناخدو داك الدجاج ديالنا كنغسلو يكون ناشف كناخدو العطرية كلها اللي درنا كنشربو نديرها في الكوكوط ديالنا وكنخلطوها مع داك الدجاج وكنخليوها تشرب لينا على الاقل واحد ثلاثه ديال السوايع باش كيشرب لينا ديك العطريه كيجي زوين صافي كنزيدو عليه مباشره ديك البصله المشلضه وكنسدو الكوكوط وكنخليو داك الدجاج ديالنا حتى كيطيب كنحيدوه من الكوكوط كنحطوه في البلا باش غادي نفرتوه مزيان وهاديك الدغمانه بقات لينا ديال البصله كنخليوه حتى كتنشف مزيان حنا غنديرو بسطيله كنخليو حتى كتنشف وكنزيدو القرفه وكنزيدو العسل باش كتجي حلوه صافي حتى كنشرب لينا مزيان نحيدوها كنفرشو داك الدجاج وكنزيدو عليه ديك الدغميره ديال اللي طابت لينا ديال البصله كنزيدو علينا وكنصوبو تقريبا واحد الكاس ديال اللوز على حسب مستطاع السيده بغات دير ربعه بغات دير كاس هذاك اللوز بلا ما نقليه ولا ما نديرو والو غير نحرمشوه
يترمش ونخلطوه مع الكامي صافي نعمرو البريوات ديالنا على شكل السكر ولا شكل البريوات ونقدموهم ونديرو حتى في المجمدين تنبغيوهم ونقدموهم وكيجيو زوينين بالصحة والراحة. شو ديال الدجاج؟ بارك الله عليك اللهم عليك. الدجاج كيجيو زوينين هادو. عندي طلب عندي شباك ديال الحليب. شباك ديال الحليب كتجي هشيشة بزاف واخا. كتجي هشيشة وكتجي زوينة ومقادير بسيطة وكتجي تاهي زوينة. عندنا تقريبا نص كيلو ديال الدقيق. واحد 100 غرام ديال الزبدة. 100 غرام هي جوج معالق كبار. جوج معالق كبار واخا. كبار ديال الزبدة هي 100 غرام عندها 50 غرام هي معلقة. أييه. وعندنا شوية ديال الملحة. وعندنا القرفة. معلقة صغيرة ديال النافع. والحليب باش غادي نعجنوه. كناخذوا داك الدقيق ديالنا كنديروا كلشي المقادير الزبده وداك الشيء وكنبسبسوها مزيان ديك الزبده كتدخل لنا في الدقيق ونخلطوا المكونات كاملين ونزيدوا الحليب شويه بشويه حتى هي العجينه ديالها خصها تكون بحال ديال الشباكيه ما تكونش سنيه تكون مدلوكه ولكن ما كتكونش بحال خفيفه باش ما تقطعش لهم في الماكينه وكنشكلوها وتاهي كنقطعوا ونقليوها في الزيت ونضعها في العسل بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة كتجي الشيشة بالحليب. إيه. نتمنى إن شاء الله يصيبوه. إيه. غادي نحطو واحد الدجاج. صراحة الدجاج ولي أنا درت بزاف ديال المقادير ديال الدجاج. إيه. في الكوكو بالجمال لا والو. إيه. وهذا درتو أحسن جن أحسن دجاج صراحة وبغيت نتقاسمو مع السيدات. الله يعطيك الخير. وخو الدجاج بأركان غادي وخي أركان دابا موجود. أييه ما فيش واحد القيمه كثيره ديال الاركان وكيجي زوين صراحه وغتجربيه سنه واخا ان شاء الله يعجبهم ومن غادي ناخذ الدجاج ديالنا حتى هو كنغسلوه يكون مغسول ونقيه محطوط يكون ناشف الدجاج عمرو ما نجيبوه ونطيبوه ديك الساعه أييه كنقول للمستمعات الدجاج خصو يبات السيده غدير على قد نص مع الدجاجه ولا نص الدجاجه انا غنعطي نص الدجاجه وداك الشيء درت فيها المهم انا زدت 4 معالق كبار ديال الاركان ودرتهم في واحد الكاسرونه وداك لهم شويه الزعفران الحر يكون الزعفران الحر يكون مزيان باش كيعطي واحد الجو زوين في الدجاج فهزيت هذيك الكاسرونه شعلت عليها العافيه خليتها غير الماء يس سخنت غير دفا ليا دفا وزيد داك الجو درتو في الكوكو وخلت عليه هاد الاركان مع الزعفران وخليته تقريبا شي نص ساعه تشرب لي داك الاركان مزيان وزدت لي شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعفران وسديت الكوكو ديالي وخليته على الماء مره مره خص الكوكو تحرك مره مره كتحرك فيها وكنحلها كنقلب ثاني داك الدجاج باش تحمر ليا في الكوكو هذيك الاركان واخا قلتي لنا ان الدجاج يكون مغسول وناشف مزيان ياك ونديروا 4 معالق كبار ديال الاركان الاركان والزعفران الحر اييه هادو في كاسرونه ندفيوهم وما غادي تحطي داك الدجاج في الكوكو غتخوي عليهم هذاك الاركان اللي فيه الزعفران اييه نخوي عليهم داك الخليط صافي وتخليه على الاكل واحد 4 السوايع يترقد غير يترقد 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 فيه صافي ملي يترقد كترشي بشويه ديال الملح وشويه ديال البزار اييه وكديري له عطريه لا والو وكتشعليه تشعليه ديال العافيه وتخليه على المال ومره مره تحركي الكوكوط باش ما كتحركيها كيطلق داك الماء ديالو باش غادي كنزيدو لا ما لا والو لا كنزيدي لا ما لا والو صافي حتى كيطيب هذاك الدجاج ما غاتشويها تلقيتها ما غاتلقيها محمر ما غاديش تحمري لا والو مزيان غادي تحيدي من الكوكوط وفي ديك الكوكوط غتزيدي غسله مشنضة وغادي تكون رقيقة بحال ديال الدغميرة ولا عند السيدة الخضارية ديك الغسله ديك الخضارية تزيدها تعطي واحد لوبوزو إلا خلطيهم كيجي لوبو ديالهم زوين المهم السيدة ما عندهاش دير غير الغسله كتزيد الغسله لهذيك لهذيك الدغميرة هذيك الزيت اللي بقات لنا ديال الركان وتزيد الزيتون مقطع وتزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الكنجبير هذا هما العطريه اللي غادي ديري ما تخافش فيها العطريه حتى كتنسد على هذيك الكوكو ديك الصح حتى كطيب تولي هي بحال ديال الدغميره صافي كنجيب الطله ديالي كنحط داك الدجاج وكنحط ديك لاصوص ديال البصله وبالصحه والراحه انا صيفطو ليك اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ما تحبليش لك الدجاج باركان الله يعطيك الصحه كيجي هذا الاركان وش ديك الطريقه ديالو غادي نعطيك لي شونسون هاد الشونسون تاع ما خدمتهم السيدات اللي ما عندهمش الوقت باش يصاوبوا الحشوه انا نعطيهم حشوه سهله وغتكون موجوده عندهم دغيا غيخدموهم عندنا السطر ديال الحليب كنديرو فيه يكون دافي شويه ونديرو فيه شويه الخميره ديال الدار ونص خميره ديال الحلوه وتقريبا 6 معالق كبار ديال الزيت شويه ديال الملحه نطربو هادشي مزيان نخدمو ونزيدو الدقيق شويه بشويه كتجي علينا لاباط ديال الشوسون كتكون رطبه كنجمعها وكنديرها كويرات ونديرها في واحد البلاصه كترتاح الحشوه غادي دير واحد تقريبا حسب المستطاع
المهم كاسة البيضة مسلوقين، هذوك كاسة البيضة مسلوقين غادي نحكم في الحكاكة ونزيدو ليهم الزيت ونقطع، نزيدو الفرماج غابي ونزيدو الطون. ايه نحركو مزيان هاد الحشوة، كناخدو لاباط ديالنا كنسرحوها كنقطعوها بالمرشم وكنهزو العجين ديالنا وكنعمروها بديك الحشوة وكنزيدو فرماج غابي. إلي بغات دير المايونيز ديرو وغتخلطها حتى بالمايونيز كتجي لذيذة. ايه كيف كيديروا في باتيسري فعلا كيديروا في المايونيز. هاد لاباط هاد سميتو عندي قديمة كنت كنديرها مازال ولادي، وكتهطي لي شوسون ديالك تتوركيهم مزيان بالفرشيط ولا تقطعيها بالجرارة وتخلي مرتاحو غير شوية وتخلي شي خمرة بزاف، لي شوسون مكيبغيش شي خمرة باش ميجيوش غلاض. صافي سي إلا بغات تدخلهم الفران دخلهم، بغات تقليهم تقليهم. ايه وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. وباقي الحال. وخا دير فينا اقتراح واحد الله يعطيك الصحة. نعطيك الخيدة ديال الدجاج. يلا. الترقيدة ديالهم اللي كتجي زوينة الترقيدة ديال الدجاج. المهم الفخاد كيجي زوينين. ناخذوا الناس على السطع ديالهم، الخيدة ديال الدجاج، كندير واحد ياغوت طبيعي، وشوية ديال الملحة، شوية ديال الزعر، كنديروا الزعتر مطحون، الزعتر مطحون مع الدجاج راه كيتواسى معاه مزيان، واخا تكتريه ماشي مشكل، يعني ما فيهش وكاع المقادير ديال الزعتر، كيجي كيعطي لكو زوين. وكنديروا الهريسة، كنديروا واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة بالمطار، والثومة محكوكة، والعصير ديال الحامض، والزيت الهدية. كنخلطو هادشي مزيان، نعاود مقادير، نعاود لي الاقتراح ديالو. ألو؟ أييه تفضلي المقادير، تعاوديهم. هادو ماشي ما كيعطوش مقادير، كتعطي كديري على حسب الدجاج اللي عندك. أييه الكمية الدجاج على حسب. أييه، إلا ما قداتهاش هاد المكونات تعاود الأخرى، إلا دارت كمية كثيرة. عندنا الياغورت طبيعي، شوية ديال الملحة، شوية ديال الزعر، وعندنا الزعتر مطحون، والهريسة، واحد المعلقة كبيرة ديال المطاط، والثومة الحكوكة، والعصير ديال الحامض، والزيت الملدية. كنخلطو هاد المكونات مزيان، وكنرقدو داك الدجاج ديالنا. إذا بغات تدخلو الفران دخلو، بغات تقليهم تقليهم. عندنا لا شابلوغ وعندنا البيض. كندوزهم في البيض وكندوزهم في لا شابلوغ. صافي دخلهم الفران، حتى الفران كيجيو زوينين. بغات تقليهم تقليهم. بالصحة والراحة. الحمد لله كيطيبو. لا غير كيطيبو كيجيو زوينين حتى في الفران. تبارك الله عليك الملكة. الله يبارك فيك. كنشكرك بزاف على المشاركة ديالك الفعالة وعلى الاقتراحات. على الراس والعين تفضلي الملكة. تحية العائلة ديالي الأم ديالي هي كاية عندنا. كنقول لها الله يخليك ليها والله يطول عمرك. وتحية كبيرة رابحة داخل مرت خويا وعمر خويا والعائلة كلها والصديقات ديال الواتساب وحورية حورية الصديقة العزيزة ديالي. الله يحفظها تيحفظ وليداتها وملكة بتعينتي تيكين عندي دابا كتسمع وكتحييك كتسلم عليك وكل اللي كاع اللي كيعرف ملكة من الدار البيضاء كنقول لهم عواشركم مبروكة وباش ما تمنيتو الطاقة ديال ميد غاديو تبارك الله عليهم. الله يبارك فيك شكرا لك بزاف ملكة أم إيمان على كل هذه الاقتراحات اللي وجدتينا اليوم وأكيد المستمعات إن شاء الله غادي يجربوهم بالصحة والراحة. أنا نعيمة أم بدر من سطات. ألو نعيمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لاباس عليك على خير؟ الحمد لله سير مصحة. واش مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. مرحبا بك. بارك الله فيك أختي. نعيمة صيفطتي لنا بزاف ديال الاقتراحات، شنو غتختاري لنا اليوم؟ كاين براونيز بالشوكولات. كاين حريشات ديال البلبوله. اييه واخا تفضلي ناخذوا الحريشات ديال البلبوله. واخا يلا تفضلي. حاجتنا اول حاجه كيكون عندنا سكيك ديال البلبوله كنرقدوه في الماء طايب ليله كامله. واخا من الصباح للعشيه. حتى كترطاب لينا. من بعد كنزيدوا فيه خماره ديال ايديال حمراء. وكنزيدوا شويه الخميره وشويه زيت العود. شي نص كاس ديال زيت العود هكاك. إيه؟ وكنجمعوها بالسميده رقيقه ونديروا معها جوج معلقات ديال السنيده حيت البلبوله كتعطل لينا شويه في الثياب. اييه باش تحمرينا بالزربه. وكنجمعوها بشويه السميده رقيقه ومن بعد كنسرحوهم وكنقرصوهم كويسات صغار بالسميده كنقرصوهم تما بالبلبوله. اييه ومليحه حق المهم نعاود لك المقادير. تفضلي اييه ماشي مشكله خذي راحتك شويه عليك. انت مسكينو ديال البلبوله كنرطبوها بالماء طيب ليله كامله ولا من الصباح للعشيه. من بعد كنضيفوا ليهم خماره ومعلقه ديال السكر ونص كاس ديال زيت العود وشويه الخميره. مرحبا بكم. وكنجمعوهم بالسميده الرقيقه ومن بعد كنقرصوهم بالسميده بالبلبوله الغليظه بحال الحريشات العاديه. ايه وكنخبزوهم في المقله وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه ديال البلبوله يعني صحيين وساهلين صحيين وبالاخر دابا وقيتهم في رمضان.
ايه فعلا. وشارك ببراونيز. ايه واخا. تعطينا المقادير؟ اه واخا يلا تفضلي. اول حاجه كندوبو 200 غرام ديال الشوكولات حلا مع 200 غرام ديال الزبده وكنخليهم ابار. من بعد كنزيدو أربعة البيضات كنطربوهم بوحدهم مع كاس ديال السميده كنطربوهم مزيان وكنزيدو فاني وكنزيدو خميره وكنزيد ديك 200 غرام ديال الشوكولات حنا كنطربو بشويه خميره ايديال وفاني ايديال. ايه كنزيدوهم شويه وكنزيدو 200 غرام ديال الدقيق وكنزيدو كاس ديال الكركاع مهرمش. ايه صافي وكنخلطو كلشي وكنديرو في موليكون كاري وكندخلو كيطيب وملي كيخرج بالصحة والراحة كنقدرو نزينو بسكر كلاصي ولا شنو اللي عندك. ايه هو راه البراونيز ما كيجيش طالع يعني من فوق بحال كيجي نازل. ايه كيجي نازل يعني انا بغيتي ولكن الخمار غير باش كيتهز. ايه وبالكركاع الصراحة كيجي زوين كيجي زوين بالنسبة للوليدات ولا كلشي. ايه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك نعيمة أم بدر من سطات. مشكورة جدا على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا. وصلنا لفقرة تغاب فيه وفيه وانت اللي كتعرفي ليه وغادي نمشيو مباشرة عند شيف هند يساوين تعرفوا شنو الشهوة اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. أهلا شيف هند. أهلا سناء. الله يبارك فيك. كاين شي شهوات؟ موجودين الحمد لله. موجود الخير. موجود الخير. واخا حتى حنا واجدين باش نسجلوا معاك المقادير والطريقة ونوجدوهم إن شاء الله. اليوم شنو غتقترحي للمستمعات؟ اليوم غنقترح عليهم ان شاء الله طويجين خفيف اللي كيجي باللحم بالفطر وبالبطاطا الصغيره. ايه هذا يجي لذيذ بزاف كيجي صراحه دابا مع الفطور يعني ممكن ان الواحد ياخذ في الفطور رمضان او هكا اللي كيتعشى وخاصه اللي كيتعشى كيبغي الحويجات كنتعشى في دقه واحده كنحطو كلشي وهذا كيجي خفيف يعني ماشي وحتى المراه ما كتبغيش توجد بزاف د الامور لانه كتعيا ما حيلتها لتوجد الفطور ما حيلتها مثلا العشاء 15 يوم اخرى صافي غش شويه. يلا نمشيو المقادير والطريقه ديال الطاجين ديال الحم. بالنسبه للطاجين ديال اللحم ديالنا فحنا غنحتاجوا الكميه اللي بغينا ديال اللحم هنا غادي نستعمل 1 كيلو ونص ديال اللحم. غنحتاجوا معلقه ديال لابريغي معلقه كبيره ديال لابريغي غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الكمون ما تكونش يعني غاز ما تكونش عامره بزاف غنحتاجوا شويه الزعفران الشعره شويه الملح شويه البزار كيلو ديال البطاطا صغيره وعلبه الفطر او الشامبينيون. هذو هما المقادير يعني كتشوفي ما كاينش مقادير بزاف. نعاود المقادير غنحتاجوا كيلو ونص اللحم معلقه كبيره ديال لابريغي معلقه الكمون زعفران شعره ملح شويه البزار كيلو ديال البطاطا صغيره وعلبه الشامبينيون. بالنسبه للناس اللي كيبغيو انا تفاديتها حيت زعما رمضان السمن كاين اللي كيبغي نكهه السمن فحنا كنزيدوا واحد القبيصه ديال السمن اختياريه غنحتاجوا 4 ديال الدروس الثومه. بالنسبه للطريقه كنديروا لابريغي ديالنا في الكوكوت كتذوب مع الثومه اللي حكينا كنحطوا عليها هذاك اللحم وكنحاولوا اللحم كنخليوه كنقليوه في ديك الثومه ولا بريغي شويه حتى كيدخلوا شويه ماشي كيدخلوا الطياب ما كيتبدل اللون ديالو. من بعد كنزيدوا الكمون الزعفران شعره شويه الملح شويه البزار وكنزيدوا عليه الماء كنغطيوه بالماء ونسدوا عليه حتى كيطيب. مباشره ملي كيدخلوا الطياب كنزيدوا عليه البطاطا اللي نقينا الصغيره والشامبينيون ما كياخذوش لنا الوقت بزاف نعرف البطاطا الصغيره دغيا كطيب يعني حتى اللحم ديالنا نحسوا به صافي راه دخلوا الطياب مزيان ونزيدوا هاد البطاطا والشامبينيون ونعاودوا نسدوا عليه ونعاودوا نرشوا عليه من الفوق بشويه الكمون ونخليوه حتى ديك المريقه ديالنا كتختر وكنقدموه بالصحه والراحه كيجي خفيف ما ثقيلش ولذيذ وكيجي بحال الشوا بحال المذاق ديال الشوا. كيف ما قلتي ساهل وخفيف مع ديك البطاطا الصغيره مع الفطر الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك شيف هند يساوي نتمنى ان المستمعات يكونوا سجلوا معنا المقادير والطريقه ويوجدوا هاد الطاجين ديال اللحم لانه غادي يجي لذيذ بزاف. وصلنا لفقرة شيوات لالا مولاتي وصفات سهلة ولذيذة واليوم غادي نقترحوا عليكم تشيز برجر بجبنة البلوك لافاشكيري. غادي نحتاجوا في المقادير لجبنة البلوك لافاشكيري 200 غرام ديال الكفتة ملح وليبزار معلقة صغيرة ديال الزيت واحد بصلة متوسطة في الحجم ديالها مفرومة رقيق غادي نحتاجوا تقريبا واحد ربعة ديال الخيارات الكورنيشون مخلل مقطع لشرائح رقيقة بحال الورقة يعني بشكل طولي ومقطع شرائح رقيقة. غادي نحتاجوا الخبز ديال الهمبرغر. هاد المقادير اللي غنقدموا لكم اليوم راه ديال تشيز برجر يعني راه كيهزوا لينا أربعة ديال لي هومبرغر يعني كيجيونا أربعة الخبيزات ديال لي هومبرغر وأكيد إلا كانت عدد أفراد الأسرة أكثر من أربعة ديال الأشخاص راه ديك الساعة كتضاعفوا الكمية ديال هاد المقادير. قلنا غادي نحتاجوا كذلك الخبز ديال الهومبرغر والكاتشوب والمطارد المايونيز كيبقى اختياري
هادو بالنسبه الصلصات اللي كتبغيوهم يعني يكونوا الخبز ديال الهمبرغر. غادي نعاود لكم بالنسبه للتشيز برغر بجبنه البلوك لافاش كيري. غادي نحتاجو في المقادير جبنه البلوك لافاش كيري، 200 غرام ديال الكفته، شويه ديال الملح والابزار، معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه، بصله متوسطه مشلضه رقيق ومن الاحسن الا كانت بصله البيضاء، 4 شرائح ديال الخيار مخلل كورنيشون مقطع لشرائح رقيقه بشكل طولي يعني مقطع بحال الورقه رقيقه. وغادي نحتاجو الخبيزات ديال الهمبرغر والصلصات الموطار الكاتشوب المايونيز كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. طريقه سهله ديال الهمبرغر، كنعرفوا انه الكبار والصغار كيبغيو هاد الوجبه السريعه وخاصه الا كانت مصيبه في الدار على حقها وطريقه. فاول حاجه غادي ناخذوا واحد الاناء غادي نديروا فيه ديك الكفته ديال اللحم، 200 غرام ديال الكفته، غادي نتبلوها بالملح والابزار. والسر باش كيجينا يعني الهمبرغر يعني بالكفته بحال ديال المطاعم ديال الوجبات السريعه، هو انه هذيك الكفته ما كنزيدوش لها نهائيا شي عطريه من غير الملح والابزار، باش كيبقى في هذاك المذاق ديال الكفته كيخرج لها داك الملح والابزار، وكتجي بحالها بحال الكفته ديال الهمبرغر اللي يعني اللي كيتباعوا في المطاعم ديال الوجبات السريعه. فغادي ناخذوا الكفته غادي نخلطوها نتبلوها بالملح والابزار وندعكوها مزيان تخلط مزيان، وغادي نديروها على شكل اقراص متساويه باش تجينا على الدوره ديال الهمبرغر. نحاولوا دائما منين نديرو دوك الخبيزات منين نديرو دوك الكفته نبغيو نرصوها في الكف ديال يدينا على شكل كريسات هكا، نحاولوا ناخذوا الغطاء ديال الخبز ديال الهمبرغر ونحطوه فوق الكفته باش يجينا متساويين يجينا قد قد. ملي غادي نقادو دوك الاقراص ديال الكفته اللي حنا خلطنا بالملح والابزار فقط، غادي نديروها في لاطه ديال الفران مفرشه بورق يعني الطبخ ورق طاهي سلفوريزي، وغادي نسطفوها مزيان وغادي ندخلوها يعني طيب في الفران من الاحسن. ثم غادي نمشيو غادي ناخذوا مقله على عافيه مهينه، غادي نسخنوا ديك معلقه ديال الزيت النباتيه، وغادي نديروا ديك بصله وحده مشلضه رقيق نتبلوا بشويه ديال الملح والابزار، ونديو نجيبوها بالمعلقه ديال الخشب واحد 5 ديال الدقائق وحنا كنحركوا حتى كنشوفوا ديك البصله اللون ديالها ولا ذهبي ونزلات مزيان يعني طابت. ثم غادي ناخذوا مقله اخرى على عافيه متوسطه، بالنسبه للكفته كيبقى الاختيار ديالكم، ممكن انكم طيبوها مباشره يعني في الفران، كيف ممكن انكم ممكن تاخذوا مقله على عافيه متوسطه، وغادي تاخذوا هاد الاقراص ديال الكفته اللي حنا قادينهم وصيبناهم بشكل دائري وقد الدوره ديال الخبز ديال الهمبرغر، وغادي نطيبوها واحد 5 ديال الدقائق وحنا كنحاولوا اننا نقادوها مزيان يعني في الجوانب ديال هذوك الدوائر ديال الكفته باش تجينا مقاده على شكل دائره. كنقادوها بمعلقه كنبقاو نقادوها مزيان نبسطوها مزيان، وكنبداو دائما مره مره كنضغطوا على ديك الكفته ديال اللحم على شكل اقراص كنبقاو نضغطوا عليها باش كتحمر وكطيب. ثم ملي كطيب لينا يعني ديك الكفته كطيب على جهتين، ديك الساعه كناخذوا جبنه البلوك لافاش كيري وكنقطعوها لشرائح رقيقه وكنرصوها فوق يعني الكفته بعد ما طابت لينا على جهتين. يعني كناخذوا المقله وكنديروا فيها شويه ديال الزيت اولا المقله اللي ما كتلصقش ما كتحتاج الزيت، وكنديروا هذه الكفته اللي قطعناها على شكل اقراص مدوره، ومن بعد كنحاولوا على انه نطيبوها على جهتين وحنا كنبسطوها مزيان في الجوانب وكنضغطوا بالظهر ديال المعلقه باش كتبسط لنا، وفي نفس الوقت كطيب لنا ديك الكفته. من بعد ملي كطيب لنا على الجهه التحتانيه اللي مقابله للمقله كنقلبوها على الجهه الاخرى، ملي كنشوفوها صافي يعني بدات كيدخلها الطياب بدات كتجمع، ديك الساعه كناخذوا جبنه البلوك لافاش كيري نقطعوها على شكل شرائح رقيقه وكنستفوها مزيان من الفوق باش هذيك السخونيه ديال الكفته ترجع عليها. تقريبا واحد 3 ديال الدقائق كتكون واجده. نفس الطريقه الا بغيتوا هذه الكفته تستفوها في لاطه الفران مفرشه بورق سلفوريزي دخلوها الفران تخليوها كطيب واحد شويه على عافيه مهينه باش ما تقصحش لكم الكفته، وكتقلبوها على جهتين يعني كطيب لينا الكفته من الجهه التحتانيه من بعد كنقلبوا على الجهه الفوقانيه. ملي كتبدا طيب لينا الكفته ديك الساعه كناخذوا جبنه البلوك لافاش كيري وكنقطعوها على على شرائح رقيقه وكنديروها في الوجه ديال هاد الكريسات ديال الكفته، وكنخليوها في الفران حتى كيدوب عليها هذاك يعني الجبنه، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ملي كدوب لينا دوك الجبنه على الشرائح يعني اللي قطعنا شرائح ودابت لينا على الاقراص ديال الكفته، ديك الساعه كناخذوا مقله على عافيه مهينه ما فيها لا زيت لا والو، وكناخذوا الخبيزات ديال الهمبرغر كنسخنوهم حتى هما يعني كنسخنوهم، ما كنسخنوش الجهه اللي فيها الزنجلان يعني فيها الوجه اللي تيكونوا فيه الزنجلان او الزراره، وانما يعني في الجهه ديال العجينه كنسخنوهم بجوج سواء داك الغطاء ديال الخبز الهمبرغر ولا دوك الخبيزات، هي كيجي يعني كيتسهضوا لينا واحد شويه. وديك الساعه كناخذوا لهاد الكفته اللي طيبنا واللي فيها الفرماج يعني اللي فيها الجبنه كنديروها كطبقه
فوق الخبز ديال الهمبرغر كنديروا ديك البصله اللي حنا شحرنا مزيان ونزلات ولا اللون ديالها ذهبي، كنديروا فوق منهم شرائح ديال الخيار المخلل الكورنيشون، وضروري على انه الكورنيشون يكون مقطع شرائح رقيقه بحال الورقه وبشكل طولي باش كيجينا مزيان. كيف ممكن انكم تاخذوا الكورنيشون تحكوه في الحكاكه الغليظه كيجيكم محكوك حتى هو مبشور كيجي مزيان. وكنديروا الصلصه ديك الساعه لكم الاختيار، اللي تيبغي الكاتشوب مع الموطارد مخلطين، كاين اللي كيبغي المايونيز، وكنقفلوا على دوك الخبيزات ديال الهامبورغر وكنقدموهم للافراد الاسره ديالنا كبار وصغار بالصحه والراحه. نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هاد الوصفه ديال تشيز برغر جبنه البلوك لافاش كيري، ونتمنى انكم تقاسموها مع افراد الاسره ديالكم مع مقاريب صحتكم. إذن وصلنا لفقرة التجميل، اليوم غادي نتعرفوا على طرق العناية بالشعر المتساقط. فالتساقط الشعر كيتعرضوا ليه كثير من السيدات، وهذا التساقط إذا كان بشكل كبير متكرر فهو ناتج على عدد كبير من العوامل اللي كتأثر على صحة الشعر وكتضعف الجذور، مما تيجعل الشعر يكون هش ضعيف قابل للتكسر والتساقط المستمر، وخاصة ملي كنمشطوه بالمشطة. وكيتطور الأمر ملي كتلقى السيدة مجموعة من الشعيرات اللي متساقطة على الخدية ديالها أثناء النوم، فأكيد على أنه هذا الأمر تيسبب واحد القلق واحد الخوف من تضعف هذه المشكلة وحدوث يعني صلاع أو لفراغات اللي هي بين في الشعر ديالنا. وخصوصا هو أنه الشعر كنعرفوه هو عنوان الأنوثة والجاذبية والجمال ديال السيدات، فكل نساء تحرصوا قدر الإمكان على أنهم يحافظوا عليه ويحميوه من كل هاد الأسباب اللي كنتكلموا عليها دائما واللي تقدر تضعف النمو ديالو وتجعلو يعني الشعر خفيف متساقط. من بين طرق العناية بالشعر المتساقط أكيد لأنه كاين طرق كثيرة للعناية بالشعر المتساقط، من بينها كاين بزاف ديال الخطوات اللي هي بسيطة جدا ولكن كدير واحد الفرق، وخاصة إلا التزمتوا بها كنصائح. أول حاجة هو نبتعدوا على عمل تسريحات اللي كتكون مشدودة في الشعر واستبدالها بفرد الشعر، وعمل تسريحات اللي هي فوضوية يعني غير مقيدة للشعر، لأنه ديك التسريحات المشدودة من أهم أسباب تساقط الشعر والضعف ديالو. يعني ما نجبدوش ما نزيروش الشعر بلاستيك أو لاباندا مزيان، يعني ما نديروش كوتشوفال الفوق أو نجمعوش فنجل فوق وهو مزير، بالعكس نخليوه يعني عادي، يعني واخا نجمعو كوتشوفال أو لا يعني نجمعوه مثلا سفنجل فوق، نحاولوا أنه ما نديروش مزير بزاف، ما نجمعوش مزير على طول النهار لأنه هذا راه كيزيد من التساقط ديالو. وكثير من السيدات يعني فوق ما يرجعوا للدار الا كانوا دايرين كوتشوفال مزير اولا مثلا شفنجه مزيره بزاف، ملي كيرجعوا للدار وكيحلوا الشعر ديالهم كيبقى يضرهم، في نفس الوقت كتجيهم بحال الحكه، كيجي يحسوا بحال الحبيبات يعني في الاسفل ديال العنق ولا وكيشوفوا على انه بحال هاد الجهه القداميه كتبدا تهرب ديال الشعر. فنردوا البال دائما هو انه نخليو الشعر ديالنا يعني التسريحه ديالو يعني ما يكونش، حتى انه مثلا الا درنا طفيره اولا درنا سفنجه اولا جمعناه كوتشوفال نحاولوا اننا ما نزيروش بزاف، فهذا راه مهم بزاف لانه راه كتحمينا من هذاك المشكل ديال تساقط الشعر او دوك الفراغات اللي كتبقى واضحه مره على مره مره على مره، فهي كتزيد من تساقطه وكتزيد من دوك الفراغات اللي تيكونوا في الشعر. نجنبوا كذلك الاكثار من صباغات الشعر بالملونات الصناعيه، كذلك تقليل من استخدام المثبتات ديال الشعر اللي هما لالاك الجيل واللي كتثبت الشعر يعني طوال النهار، واللي كاين بعض الفتيات والشابات اللي كيرتاحوا لهذيك لالاك لانه كتثبت لهم الشعر، ما محتاجينش ان كل مره يسرحوا او يمشطوا او يدهنوا بشي حاجه، فكيديروا ديك لالاك المثبت ديال الشعر او كيستعملوا جيل اللي كيفيكسي الشعر. اكيد لانه ممكن يستعملوا هذه الوصفات وهذه الكريمات وهذه المنتوجات المصنعه، ولكن حذاري انهم ما يستعملوهاش بشكل مستمر، يحاولوا دائما انه مجرد ما يرجعوا للدار يغسلوا منها ضروري، لانه الا بقاو بها وفيها مواد كيماويه وباتوا بها مره على مره مره على مره فهي كتسبب تساقط الشعر وكتعطي فراغات. فضروري سواء استعملنا اي كريم او لا خاصه لالاك او لا جيل ديال الشعر، ملي نرجعوا للدار ضروري اننا نغسلوا الشعر ديالنا مزيان من هاد المواد المصنعه. نقلوا كذلك من استعمال ادوات ديال فرد الشعر اللي هي التمليس ديال الشعر بطريقه مصنعه اللي هي الترطيبه، يعني ما تكونش بشكل مستمر، وخاصه اللي كيستخدموا فيها واحد الحراره عاليه اللي كتؤدي لتلف الشعر والتساقط ديالو بشكل كبير. هادو نصائح تجميليه مهمه جدا للعنايه بالشعر المتساقط. من بين كذلك طرق العناية بالشعر المتساقط نحرصوا دائما على تحسين النظام الغذائي اليومي بزيادة تناول حصص من الفواكه والخضروات في كل وجبة، واللي كتقوي الجسم وخاصة المواد الغذائية والخضروات والفواكه اللي كتحتوي على مضادات الأكسدة، على فيتامين سي، على الحديد، على الفيتامين بي 12، على الأوميغا 3، هذه العناصر أساسية نمو الشعر
والحفاظ على الصحه ديالو من الداخل، يعني بالتغذيه الصحيه السليمه المتوازنه اللي كتنعكس ايجابا على قوه وصحه الشعر. كذلك نحاولوا دائما ندلكوا الشعر ديالنا بزيوت طبيعيه مغذيه مفيده جدا، لانه كتنشط الفروه ديال الراس وبالتالي كتساعد على نمو ديال البصيلات ديال الشعر، يعني كتقوي الفروه ديال الراس وكتساعد على نمو بصيلات ديال الشعر وبالتالي كيبقى الشعر ديالنا قوي ما متساقش. بحال مثلا نستعملوا حمام زيت بزيت الزيتون، بزيت اللوز، بزيت الكوكو اللي هو جوز الهند، بزبده الكاريتي بور دو كاريتي مذوبه، بالعصاره ديال الالوفيرا، يعني هذيك ناخذوا الالوفيرا وناخذوا ديك الماده الهلاميه ديك العصاره الدخلانيه ديالها ونخلطوها مع العسل وكنديروها كماسك على الشعر ديالنا وحمام زيت. هادو كلهم زيوت طبيعيه تجميليه كتساعد على تقويه يعني البصيلات ديال الشعر وكتمنع تساقط الشعر وكتنشط الفروه ديال الراس، وخاصه الا درنا هاد الحمام زيوت ودلكنا الشعر ديالنا بمساج خفيف. مهم جدا انه هذاك المساج كيساعد على تثبيت هاد الوصفات ولا هاد المواد اللي كنديروا للشعر ديالنا، وفي نفس الوقت كتنشط لنا الفروه ديال الراس. وهاد يعني هاد الامر نحاولوا اننا نديروا يعني هاد الخلطات ديال الزيت نحاولوا انه نديروها جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، لانه راه كتقوي الجذور ديال الشعر وكتمنع التساقط ديالو، خاصه الا داومنا عليها باستمرار باش كنحصلوا على النتيجه المرغوبه واللي هي الحد من تساقط الشعر. هذه كانت خطوات بسيطه ومهمه جدا للحفاظ على الشعر المتساقط من الجذور للاطراف. من هاد لو تري انا مشيت شويه نجيو هنا نديرو دم